من ريفر بليت، 47 سنة، تجربة الحديثة، المدرسة المختلفة عن أداء نونو سانتو. هل يسعف الوقت للمحفل الأهم؟ يعني أنا أدري أن الاتحادين يبون كل شيء، لكن من ينظر من زاوية واسعة، إحنا نبغى نوثق كأس العالم للأندية في السعودية، ليس فقط بالاستضافة وإنما بأداء فريق سعودي أيضا جيد. أتفق معك أبو نورة. شوف، يمكن عمر المدرب حيساعده كثير في عوامل النفسية، في التعامل مع اللاعبين، عنده طموح، في أهداف كبيرة حتكون عنده كمدرب. للأمانة شوف، احنا يمكن انتقدنا في العمل الإدارة الاتحادية في بعض القرارات اللي أراها أنا في وجهة نظري عاطفية من بداية الموسم، لكن ترى التوقيت في أنك أنت تجيب المدرب ونوعية هذا المدرب هذا التوقيت أنا أشوفها جيدة جدا. يعني خلينا نقول لك يبغى يلحق شوية أنه يخلص ويستفيد من فترة التوقف. تتكلم، أنا في وجهة نظري هذا المدرب ربما يفيد الاتحاد على ثلاث عوامل رئيسية. الأولى أن المدرب عنده عدة أساليب وعنده فكر كرة القدم الحديثة، ما هو لا زال متكرس على الكرة اللاتينية اللي لا زالت معتادة على الأسلوب القديم، الأساليب السابقة اللي ما يعني تتطور مع علم الإحصائيات التطور اللي صار في كرة القدم. مدرب عنده فكر جيد في قراءة المباريات والتغيير أثناء المباراة. كذلك الميزة الأكبر اللي عنده تعامل خارج الملعب. هذه الثلاث عوامل تساعد أي مدرب أنه يطلع أكثر ما أو أقصى ما عند اللاعبين. السؤال بس المهم، بعد عن التدريب عن البنش تقريبا الآن مضى عام، يأثر ولا ما؟ أنا في وجهة نظري ما يأثر إذا كان المدرب عنده طموح. أنا يمكن من الأشياء اللي عجبتني في السيفي حقه رغم قصر المدة التدريبية له، الخبرة العالية في التجربة الاحترافية لك لاعب، أنك أنت تمر في أكثر من دوري في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية بشكل عام، وتكون عندك هذا المخزون في التعامل مع عدد كبير من المدربين. هذا يساعد أي مدرب أو يساعد اللاعب لما ينتهي يكون مدرب. شوف، الأهم في الموضوع في المرحلة هذه اللي أنا في وجهة نظري حيساعد، هل عناصر الاتحاد الحالية تساعده أنه يطلع بأفضل مما ظهر فيه مع نونو سانتوس؟ نعم نعم، يحتاج تدعيم، يحتاج عناصر أفضل، لكن من هنا إلى الشتوية بالعناصر الموجودة يستطيع الاتحاد أن يظهر بصورة أفضل. شفنا المباراة الأخيرة بعد رحيل نونو سانتوس، وخليني أقول لك قناعاته اللي لا زالت أو كان متحكم فيها في الفريق وما يبغى يغيرها. شفنا بعض التغيير اللي صار في المباراة الأخيرة للفريق، كيف شكل الفريق اخترف، كيف نفسية اللاعبين. لذلك المدرب أنا في وجهة نظري حيعمل بصمة مختلفة مع الاتحاد.